حكاية التصالح دي، هو في خصام دلوقتي انت مش ممكن يبقى لك اصدقاء اخوان او جيران اخوان او زمايل اخوان؟ في بينك وبينهم مشاكل؟ المشاكل بتطلع ساعة الاختلاف بقى في وجهات النظر او على بينك الفيسبوك، وبينهم او قضايا لا قدر الله بتروحوا المحكمة. التصالح ما هو شغال، انا اللي ما اذنيش انا متصالحة معاه. ايه اتصالح مع مين؟ مع اللي قتل بقى؟ ما لا هو ده بعبط بقى. ما هو بيقول هو